رجعنا لحضراتكم تاني ونواصل معاكم فقرات حلقة الليلة الملعب مع شلتوت. اتحاد الكرة بيمد تعليق النشاط الرياضي لنهاية مايو مع إجراءات الحكومة المصرية اللي أعلنها دولة رئيس الوزراء النهاردة. الاتحاد أصدر بيان، جاء في البيان أنه بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد مد تعليق النشاط اللعبة اعتبارا منتصف مايو لمدة 15 يوم أخرى، وأسر القرار على 100 درجات المسابقات المحلية والأعمار السنية. أيضا عايز كمان أقول لكم أنه هناك كلام عن أن هذا الموسم هو الأخير للكابتن سيد عبد الحفيظ مع النادي الأهلي. صحيح في حالة غموض بتسيطر على الموقف، لكن عدم خروج أي مسؤول من النادي الأهلي للكلام عن سيد عبد الحفيظ وما حدث. صحيح الكابتن سيد ربما مسألة برنامج رامز، مسألة موافقته للاعبين دي عادية، ده مدير الجهاز، لكن أخذ على سيد عبد الحفيظ أنه راح البرنامج وأن هناك مكانة لمدير الكرة وأن هناك أيضا رمزية لمدير الكرة الحمراء، مقعد جلس عليه كبار. الأسماء المرشحة كثيرة جدا، أبرزها طبعا عماد متعب المتعب يعني جلاد الحراس، كابتن محمود الخطيب في سعيه لتكريم هذا النجم الكبير، وأيضا اختيار بدقة إذا ما رحل عبد الحفيظ وهو حال الدنيا الكروية طبيعي، لكن يبدو أن هناك من يدفع سيد عبد الحفيظ للخروج من جدران النادي الأهلي. كمان خالد